السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. اليوم سنعمل قاعدة للأكواب في غاية الأناقة والروعة. وقبل أن نبدأ، تفضلوا بالاشتراك في القناة وفعلوا مباشرة زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين للإفادة، ولا تنسوا أيضا مشاركتنا بتعليقاتكم واقتراحاتكم أسفل الفيديو. بسم الله، نبدأ أولا بحلقة سحرية. ثم نرتفع منها بسلسلة. والآن سنبدأ بالدور الأول في نفس هذه الحلقة، سنشتغل فيها 8 غرز حشو. 1 و8. والآن سنسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة السحرية، ثم سنقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الثاني، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة الأولى ونشتغل فيها غرزة تزايد بحشو. 1 2. وهكذا سنكرر مباشرة إلى الغرزة التي تليها وغرزة تزايد بحشو. 1 و2. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 16 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور، سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق، منزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الثالث، نرتفع بالسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة الأولى وغرزة حشو واحدة فقط، ثم غرزة تزايد بحشو في الغرزة التي تليها. 1 و2. وهكذا سنكرر غرزة حشو واحدة في الغرزة التالية، ثم غرزة تزايد بحشو في الغرزة التي تليها. سنكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 24 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور، سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق، منزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الرابع، نبدأ بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلة، غرزة حشو في نفس الغرزة الأولى، ثم غرزة تزايد بحشو في الغرزة التي تليها. 1 و2. والآن سنشتغل غرزة حشو في غرزتين متتاليتين. 1 و2. والآن سنعود ونكرر غرزة تزايد في الغرزة التي تليها، واحد واثنان في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو في غرزتين متتاليتين. 1 و2. ثم غرزة تزايد، وسنكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 32 غرزة متتالية. وعندما نصل إلى نهاية الدور، هنا سنشتغل غرزة واحدة فقط في آخر غرزة موجودة في هذا الدور، ثم نقفل الدور بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الخامس، نبدأ بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى أول غرزة وغرزة حشو، ثم غرزة حشو في غرزتين متتاليتين. 1 و2. هكذا أصبح لدينا من بداية الدور 3 غرز متتالية. والآن في الغرزة التي تليها سنشتغل فيه غرزة تزايد، 1 و2 في نفس الغرزة. وهكذا سنكرر، سنشتغل غرزة حشو في 3 غرز متتالية، 1 2 و3، ثم غرزة تزايد في الغرزة التي تليها. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 40 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور، سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الأدوار السابقة. والآن سنبدأ بالدور السادس بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الأولى وغرزة حشو واحدة، ثم غرزة حشو واحدة في الغرزة التي تليها، ثم غرزة تزايد في الغرزة التي تليها. 1
واثنان. والآن سنكرر نفس هذه الطريقة، سنشتغل غرزة حشو في أربعة غرز متتالية، واحد وأربعة، ثم في الغرزة التي تليها غرزة تزايد بحشو، واحد واثنان، وهكذا سنكرر غرزة حشو في أربع غرز متتالية ثم غرزة تزايد. نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 48 غرزة. وبعد التكرار يبقى لدينا في نهاية الدور غرزتين، سنشتغل في كل واحدة غرزة حشو واحدة، واحد واثنان، ثم نقفل الدور بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور السابع بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الأولى وغرزة حشو، وهكذا سنكرر. سنشتغل في كل غرزة غرزة حشو واحدة فقط بدون أي زيادة، وسيكون لدينا في نهاية هذا الدور 48 غرزة فقط. وعندما نصل إلى نهاية الدور نقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق. والآن سنبدأ بالدور الثامن بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلة غرزة حشو في نفس الغرزة الأولى، ثم غرزة حشو في أربع غرز متتالية، واحد وأربعة، ومع أول غرزة من بداية هذا الدور سيكون لدينا خمس غرز متتالية. ثم إلى الغرزة التي تليها، وهنا سنشتغل غرزة تزايد، واحد واثنان، وهكذا سنكرر غرزة حشو في خمس غرز متتالية ثم غرزة تزايد. نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 56 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الأدوار السابقة. والآن سنبدأ بالدور التاسع، نرتفع بسلسلة غرزة حشو في نفس الغرزة الأولى، ثم غرزة حشو في الغرزة التي تليها، وهكذا سنكرر. في كل غرزة سنشتغل فيها غرزة حشو واحدة، وسيكون لدينا في نهاية الدور 56 غرزة فقط. وعندما نصل إلى نهاية الدور نقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الأدوار السابقة. والآن سنبدأ بالدور العاشر، نرتفع بسلسلة غرزة حشو في نفس هذه الغرزة الأولى، ثم غرزة حشو في خمس غرز متتالية، واحد وخمسة، ومع أول غرزة من بداية هذا الدور سيكون لدينا ست غرز متتالية. والآن مباشرة إلى الغرزة التي تليها، وهنا سنشتغل غرزة تزايد، واحد واثنان في نفس الغرزة، وهكذا سنعود ونكرر. سنشتغل في ست غرز متتالية غرزة حشو ثم غرزة تزايد في الغرزة التي تليها. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 64 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور، نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل، وسنبدأ بالدور الحادي عشر. سنبدأ في أي غرزة بحشو، ثم سنرتفع بأربعة سلاسل كفراغ، واحد اثنان ثلاثة وأربعة، نعود إلى القاعدة، نترك ثلاث غرز متتالية ثم غرزة حشو في الغرزة التي تليها، وهكذا سنكرر. نرتفع بأربعة سلاسل كفراغ، واحد اثنان ثلاثة وأربعة، نعود إلى القاعدة، نترك ثلاث غرز متتالية ثم غرزة حشو في الغرزة التي تليها. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 16 فراغا بهذا الشكل. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بأربعة سلاسل كفراغ، ثم نقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدءا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الثاني عشر، نرتفع بسلسلة ثم مباشرة إلى الفراغ التالي، سنبدأ بنصف عمود بلفة، نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ وسنشتغل فيه أربعة أعمدة بلفة واحدة، واحد وأربعة، ثم نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ ونصف عمود بلفة، نرتفع بسلسلة مباشرة إلى غرزة الحشو التالية وسنشتغل فيها منزلقة، وهكذا سيكون حصلنا على أول بتلة في هذه الزهرة بهذا الشكل.
والآن سنعود ونكرر نفس الخطوات السابقة، نرتفع بسلسلة مباشرة إلى الفراغ الذي يليه، وسنبدأ بنصف عمود بلفة، ثم في نفس الفراغ أربعة أعمدة بلفة واحدة، واحد وأربعة، ثم نعود إلى نفس الفراغ ونصف عمود بلفة، نرتفع بسلسلة مباشرة إلى غرزة الحشوة التالية ونشتغل فيها منزلقة، ثم إلى الفراغ التالي، وسنعود ونكرر نفس هذه الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور وننتهي من آخر بتلة نرتفع بالسلسلة، سنقفل بهذه الطريقة. هذه غرزة الحشوة الأولى، سندخل الإبرة هكذا من الخلف هنا في غرزة الحشو بهذا الشكل، ثم ندفع بالإبرة هكذا من فوق غرزة الحشو وإلى الخلف أسفل البتلة التالية بهذا الشكل، ونشتغل منزلقة هكذا. والآن سنبدأ بالدور الثالث عشر، نرتفع بسلسلتين وليست لها أي اعتبار. الآن هذه البتلة الأولى نطبقها هكذا إلى الأمام بهذا الشكل، وفي الخلف سنختار حلقتين تتوسط هذه البتلة. إذا رأينا هكذا من الأمام هنا، سنختار الحلقة للعمود بلفة الثاني والعمود بلفة الثالث من الخلف هكذا، هاتين الحلقتين ندخل الإبرة فيها بهذا الشكل، ونشتغل غرزة حشو هكذا. والآن سنرتفع بخمسة سلاسل كفراغ، واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة. والآن سنعود ونكرر مباشرة إلى البتلة الثانية بنفس الطريقة، هنا هذا العمود بلفة الثاني والعمود بلفة الثالث، سنختار حلقتيهما من الخلف هكذا، هاتين الحلقتين ندخل الإبرة فيهما بهذا الشكل، ونشتغل غرزة حشو هكذا. ستكون هذه الفراغات خلف البتلة، وسنعود ونكرر نرتفع بخمسة سلاسل كفراغ، أربعة وخمسة، وإلى البتلة التي تليها، وسنكرر نفس هذه الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بخمسة سلاسل ونقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور الموجودة خلف البتلة الأولى. والآن سنبدأ بالدور الرابع عشر، نرتفع بسلسلة مباشرة إلى الفراغ التالي، وسنبدأ بنصف عمود بلفة، نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ، وهذه المرة سنشتغل فيها ستة أعمدة بلفة واحدة، واحد وستة، ثم نصف عمود بلفة في نفس الفراغ، نرتفع بسلسلة مباشرة إلى غرزة الحشو ونشتغل فيها منزلقة هكذا. حصلنا على أول بتلة في هذا الدور بهذا الشكل. والآن نرتفع بسلسلة واحدة وسنعود ونكرر مباشرة إلى الفراغ الذي يليه، وسنشتغل بتلة بنفس الخطوات السابقة. سنبدأ بنصف عمود بلفة ثم ستة أعمدة بلفة في نفس الفراغ، واحد وستة، نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ ونصف عمود بلفة، نرتفع بسلسلة ثم مباشرة إلى غرزة الحشو ونشتغل فيها منزلقة، ثم نعود ونرتفع بسلسلة واحدة، وسنعود ونكرر نفس هذه الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلة واحدة وسنقفل كما قفلنا بتلات الطبقة الأولى بنفس الطريقة. هذه غرزة الحشو، ندخل الإبرة هكذا من خلف غرزة الحشو بهذا الشكل، ثم سندفع بالإبرة إلى أسفل البتلة التالية ونشتغل منزلقة بهذا الشكل.
والآن سنبدأ بالدور الخامس عشر وسيكون تكرارا للدور الثالث عشر. سنشتغل فراغات أو سلاسل خلف في البتلات بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلتين وليست لها أي اعتبار. والآن إلى البتلة الأولى، وسنختار عمودين منتصف هذه البتلة ولكن من الخلف. سندخل الإبرة هكذا، هذين العمودين سندخل الإبرة في حلقتي العمودين بهذا الشكل الموجود في منتصف البتلة، ونشتغل غرزة حشو. ثم هذه المرة سنرتفع بفراغ ومقداره 7 سلاسل، 1، 2، 3، 4، 5، 6، و7، وإلى البتلة التالية، وسنعود ونكرر. سنختار عمودين منتصف هذه البتلة هكذا من الخلف، وندخل الإبرة في حلقتي هذين العمودين بهذا الشكل، ونشتغل غرزة حشو. نعود ونرتفع ب7 سلاسل كفراغ، 3، 4، 5، 6، 7، وإلى البتلة التالية، وبنفس الطريقة هذه والخطوات سنكرره حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع ب7 سلاسل ونقفل بمنزلقة هنا في أول غرزة حشو بدأنا منها الدور خلف البتلة الأولى. والآن سنبدأ بالدور 16 والأخير، نرتفع بسلسلتين مباشرة إلى الفراغ الأول، وسنشتغل فيه 5 أعمدة بلفة واحدة، 1 و5. والآن سنرتفع ب3 سلاسل، 1، 2، و3. سنترك هذه السلاسل، ندخل الإبرة في حلقتي آخر عمود بلفة بهذا الشكل هكذا، ونشتغل منزلقة فقط. هكذا حصلنا على عقدة. نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ وسنشتغل فيه 4 أعمدة بلفة، 1 و4. نرتفع بسلسلتين مباشرة إلى غرزة الحشو التالية ونشتغل فيها منزلقة، وهكذا حصلنا على أول بتلة في هذا الدور وبهذا الشكل. والآن سنعود ونكرر نفس الخطوات السابقة، نرتفع بسلسلتين، 1، 2، مباشرة إلى الفراغ الذي يليه و5 أعمدة بلفة، 1 و5. نرتفع ب3 سلاسل، نترك هذه السلاسل، ندخل الإبرة في حلقتي آخر عمود بلفة بهذا الشكل، ونشتغل منزلقة، وهكذا يكون حصلنا على عقدة. نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ و4 أعمدة بلفة واحدة، 1 و4. نرتفع بسلسلتين مباشرة إلى غرزة الحشو الموجودة خلف البتلة ونشتغل فيها منزلقة، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور نرتفع بسلسلتين ثم نقفل كما قفلنا البتلات السابقة. هذه غرزة الحشو، سندخل إبرة من خلف غرزة الحشو بهذا الشكل، ثم ندفع بالإبرة أسفل البتلة التالية وإلى الخلف ومنزلقة، نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. وشكرا جزيلا لكم على المتابعة، وإلى لقاء آخر مع عمل جديد ومميز بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.